الحقيقة كل يوم مهرجان العالمين بيبهرنا ببرامجه المتنوعة والمتميزة لحدث ترفيهي اتولد في الحقيقة كبير عشان يكون المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط. كل يوم برضو بتتوالى الإشادات بالمهرجان زي الفنانة الجميلة وفاء عامر اللي قالت أن مهرجان العالمين بيرجع لنا صورة الفن الجميل الراقي الرائع وأن هي فخورة بتواجدها وتواجد الفنانين والمطربين الكبار بالمهرجان اللي بيشاوروا في الحقيقة للناس بأن الاستثمار هنا والعمار هنا هي فعلا العالم عالمين. للمزيد بقى حول هذا الموضوع الفنانة الجميلة وفاء عامر، يا مساء الفل عليكي يا وفاء، ولا اقول لك يا صباح. اهلا اللي يعجبك. انا ماليش كسرتي الدنيا، بتكسري يعني الدنيا دايما. الله يخليكي الله يخليكي، واهلا بالسادة المشاهدين، ودايما دايما مستمتعين بكل الحاجات الحلوه اللي انتم بتقدموها لنا من العالمين. فعلا العالم عالمين. وفاء، انت من الناس اللي بتحبي الساحل الشمالي قوي، وكنت يمكن بتزوري الساحل الشمالي من قبل العالمين. احكي لنا كده عن التطور في العالمين الفتره دي بما انك زرتيها، شفتي ايه؟ بصي انا هقول لك، انا بقالي 20 سنه هنا. 20 سنه في الساحل الشمالي. انا كنت شايفه كل الساحل الشمالي ده عباره عن اصفر، يعني صحراء. النهارده مفيش ما شاء الله مكان بتمشي فيه غير لما بيكون فيه سياحه وفي رجل وفي مطاعم، في مستشفيات، في مدارس، في جامعات، في عمارات سياحيه عظيمه، في اوتيلات من ارقى ومن احلى ما يمكن بتحاكي العالم. بصي انا من عشاق الساحل الشمالي، يعني فور ايفر، يعني على طول. طب وايه اللي شدك في المهرجان؟ خليني اتكلم على المهرجان بشكل عام، يعني انت فنانه جميله وفاهمه في الفن كويس قوي، ايه اللي شدك في المهرجان ويمكن التنوع، خليني اقول، اللي موجود السنه دي في المهرجان؟ الحفلات والايفنتات الحلوه اللي بتتعمل، والمطاعم، المباني، الاوتيلات، حاجات عظيمه. بصي انا ما خايفه اقول حاجه وانسى حاجه. حضرتي اي حفله يا وفاء ولا لسه؟ بصي النط من الطيارات، شوفي بس كده الحاجات اللي بتحصل في الاوبن اير، يعني على مرأى ومسمع كده من الجمهور وهو قاعد، في مش عايزه اقول لك يخض حاجه عالميه. يعني انا ما سافرت امريكا شفت ده في امريكا، شفت ده في فرنسا، مش عايزه اقول لك لما يبقى في مصر كمان ده يبقى كده احلى احلى. طبعا. ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون بيتنقل صح جدا للجمهور عشان حتى يعني يستفاد كويس على انا يعني ما ينفعش تبقي معايا وما اسالكيش عن اعمالك الجايه، بتحضري لايه؟ انت ابدعتي وامتعتينا في رمضان اللي فات، هل في اعمال جايه في رمضان اللي جاي حضرت لها ولا لسه شويه؟ والله بصي انا لحد دلوقتي معروض عليا كذا عمل ما شاء الله، ومع كذا نجم كبير، ثلاث نجوم كبار، لسه ما اخترتش والله لحد دلوقتي، لان ماجله ان انا اقعد مثلا واتفاهم، لسه ما فيش غير مثلا تريتمنت واقعد بس بعد ما اخلص الصيف بتاعي والاجازه بتاعت الشهر ده. انا مستمتعه بس بالعالمين، رايحه تامر حسني وعمرو دياب، والفترات اللي جايه فيها حفلات حلوه. فانا عايزه الحقيقه اقضي بقى الصيف بتاعي في اللذاذه كده. عايزه تحضري حفله عمرو دياب؟ طبعا طبعا، حريصه جدا. هتبقى بتكسر الدنيا. شفتي اجواء حفله تامر حسني كانت حلوه ازاي؟ يعني دايما تامر كده بيقدم حاجه مختلفه، بيقدم لجمهوره وجبه كده حلوه في الحفلات بتاعته، وعمل ديت لطيف مع تيك توكر، شفتي الاجواء دي؟ طبعا طبعا. تامر حسني كمان عامل حاجه كانت عظيمه، يعني يتقدم بشكل جديد. كان في اجواء في التقديمه بتاعت الفاير ورك كانت تجنن، الطيارات كانت عظيمه، الحقيقه كان شكل جديد جدا جدا. دايما تامر بيقدم لنا الجديد بصراحه. انت مكمله بقيه الصيف في العالمين صح؟ انا مكمله ومستنيه الحفله الثانيه بتاعته. احنا كمان يعني اكيد هنتابع معاكي يا وفاء كل الفعاليات. على فكره انا هقول لك حاجه اكسكلوسيف كده، احتمال يكون ان شاء الله باذن الله عندي مسرحيه ان شاء الله اخر شهر 8. انت عندك مسرحيه اخر شهر 8 في العالمين ده اكسكلوسيف عندنا الفنانه وفاء عامر متحده، يعني عندها مسرحيه اخر شهر اغسطس في العالمين. مش عايزه تحرقي لنا اي تفصيله كده عنها بسيطه قوي، مين النجوم اللي مشاركين معاكي؟ البطوله بطوله ايتن عامر،
الله. مجموعه بقى كبيره جدا من النجوم. حاطط ده اسمي؟ ايوه انا ايتن. يعني طب تدينا ايتن؟ انا سامعاها قالت اسمي قلت اما اجي اسلم عليكم. اهلا اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ الفنانه الجميله ايتن عامر مكسره الدنيا دايما. الله يخليكي يا رب. ثانك يو سو ماتش. وعايزه اقول لك اغانيكي يعني مكسره الدنيا، انت تالقتي كمان في اللون ده. الله يخليكي، ميرسي جدا جدا جدا. انا سمعت كده يعني عصفوره قالت لي انه في مسرحيه اخر شهر اغسطس. العصفوره الطويله اللي قاعده جنبي دي عارفاها. انا اول ما لقيتها بتقول له عندي خبر اكسكلوسيف قلت يا نهار اتحرقت المفاجاه، فقلت اجي الحق الدنيا. احكي لنا اكتر انت بقى يا ايتن، كملي المفاجاه وقوليها لنا. بصي احنا عندنا مسرحيه كده لايت كوميدي وهتبقى فيها اغاني كتير جدا وهيبقى فيها ان شاء الله بطل برضو مطرب اصلا، دي ده بقى اللي خليه مفاجاه. تامر حسني؟ يبقى فيها لا يا ريت والله. بس تامر ما اعتقدش ان هو يعني مهتم اليومين دول انه يقدم مسرحيات، ولو ان دي حاجه تشرفني اكيد. انا تامر صديق عزيز بحبه جدا ومن معجبيه اساسا. بس لا احنا معانا نجم غنائي اخر هيبقى مفاجاه للجمهور ان شاء الله. كملي وانا هفضل افكر معاكي كده، كملي. وهنعمل لهم حاجه مختلفه كده باذن الله. معانا ابطال كتير، وفاء طبعا معانا بطله المسرحيه برده، وان شاء الله يا رب المسرحيه تعجب الناس ويبقى عندنا حضور كبير باذن الله. ان شاء الله ده اكيد. ايتن احساسك ايه وانت بتشتغلي مع وفاء عامر؟ والله مبسوطه وخايفه في نفس الوقت عشان وفاء ايديها طويله، فلو غلطت انا عارفه ان هي هتروح مدياني على طول على المسرح. لا لا هترحمني. لا هي مودها حلو في العالمين ومبسوطه فتمام. لا احنا بصي اقول لك على حاجه والله العظيم، احنا بنيجي بجد احنا يمكن من الاولد سكول شويه في الناس بتاعت الساحل، فاحنا اقول لك ان احنا بتوع مارينا يعني السكان الاصليين زي ما بيقولوا كده، سكان الارض الاصليين. احنا من اوائل الناس يمكن اللي اشترينا في مارينا. اول ما العالمين عايزه اقول لك طلعت المنطقه اتحيت بشكل مش طبيعي. يعني احنا لو في حفلات بتبقى فولي بوكس مش عارفين نحجز. عايزه اقول لك ان انا عندي واحده صاحبتي ساكنه في اخر مارينا 7، بنروح نقعد عندها في البلكونه بنشوف كل حاجه في العالم ببلاش. انا هبقى اجي اقعد معاكم بقى عشان انا هنا بشتغل. انا هنا بشتغل. طب احكي لي ايتن، انت زرتي العالمين، ايه اللي عجبك فيها السنه دي؟ ايه المختلف يعني بما انك بقالك كتير قوي في الساحل الشمالي بتشوفي؟ يعني انا وانا بعدي كده حتى العمارات، المباني، السكاي سكرابرز، كل حاجه مختلفه في العالمين، انت شفتي ايه بالنسبه لك انت حسيتيه مختلف؟ بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اول ما الابراج اصلا طلعت بتاعت العالمين دي بقول لك حيت بجد المنطقه اللي انا ساكنه فيها. يعني انا وانا قاعده في البلكونه فوق ببقى شايفه الابراج منوره بالليل شكلها جميل، ولما بيبقى في حفله بيبقى في اجواء كده في السماء وفاير وركس، الولاد بيطلعوا بقى يقعدوا يتفرجوا وبتاع، لا في ابهار بجد مش طبيعي. مبدئيا المدينه معموله بشكل محترم جدا جدا جدا، فيها بنوك شغاله لحد الساعه 7 حتى في اوقات الاجازات الرسميه، ودي كانت حاجه بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا. لان احنا بنحتاج اكيد ان احنا نروح بنك ولا حاجه جمعه وسبت، وده مش متاح على فكره في اي حته في الساحل تقريبا الا في العالمين، عشان بس نبقى يعني ولا في القاهره يعني في الويكند بيبقى بس في المول، مش بيبقى متاح طول الوقت. بالظبط، لا ده موجود على طول. في مطاعم طبعا فتحت خطيره. احنا عندنا يمكن في القريه اللي احنا فيها البحور فيها يعني عاديه، لكن في برايفت بيتشز فتحت العالمين بجد خطيره، في اماكن كتير قوي مطاعم حلوه. الجو كمان خلي بالك بتاع الساحل عموما اصلا يعني احنا اقل 9 درجات تقريبا من القاهره، فانت قاعده طول الوقت حتى لو الدنيا حر حتى لو الصبح فانت كده كده قاعده في ثراوه، فاهمه بكلمك في ايه؟ فبجد المطاعم اللي فتحت حلوه، الايفنتات والحفلات اللي بتتعمل والكولكشن اللي عاملينه يعني من كاظم الساهر لتامر حسني لماجده الرومي انت متابعه لعمرو دياب. لا 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 بقول لك ايه، انا مسجله خطر انت متابعه العالمين. يعني بصي حضرتي اي حاجه؟ طيب طبعا حضرت الحفله بتاعت تامر الاخيره، والسنه اللي فاتت رحت اكتر من حفله، رحت تامر عاشور ورحت عمرو دياب ورحت كذا حاجه بصراحه. انا عاده بحب قوي الحفلات بتاعت العالمين، بس ان اولاد اختي بقى اللي هم تحت 18 سنه دول على طول تلاقيهم بيحجزوا لان الاسعار بتاعت الحفلات مناسبه جدا ليهم. يعني حتى لما احنا بنقول لهم لا بنقول له خلاص احنا عايزين ناخد فلوسنا ونروح من مصروفنا، فاهمه؟ فالموضوع بجد لطيف، يعني مش احنا بس الكبار اللي بنتبسط، لا كمان الاطفال او الجيل الصغير اللي في العيله عندنا على طول حريصين ان هم يحضروا الحفلات هناك لانها مناسبه جدا ليهم. طب انت متحمسه تحضري ايه الفتره الجايه؟ انا عارفه ان انت هتبقي بتحضري اكيد للمسرحيه وهنتكلم عن الموضوع ده، لكن عايزه اتكلم عن اجازتك بقى، هتحضري ايه الفتره الجايه؟ بصي الفترة اللي جاية إن شاء الله عندنا أكيد الحفلة بتاعت عمرو دياب هنحضرها. إن شاء الله. هنتابع بقى بقية البروجرام، في مسرحيات كتيرة هتبقى موجودة في مهرجان العالمين. أنا عايزة برضو أحضر المسرحية بتاعت حسن رداد وإيمي سمير غانم. وعايزة أحضر المسرحية بتاعت كريم عبد العزيز، نيلي كريم، ومصطفى خاطر. في مسرحيات بجد حلوة قوي قوي لأن أنا شفتها في السعودية، بس عايزة بقى أوريها بقى لأهلي وبتاع، وعايزة أوريها
للاطفال. احنا متحمسين للمسرحيتين دول جدا. انا مبسوطه قوي 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 ان ابتدت المسرحيات بجد تتعرض عندنا في مصر، يعني دي حاجه بصراحه انا بسطتني جدا جدا جدا. ده اللي شجعني ان انا على فكره ادخل المشروع اللي اتعرض عليا في المجال العالمي. بتحضري ازاي بقى اي ايتم؟ احنا ان شاء الله هنبدا بروفات في الساحل هنا كمان 3 ايام، لان احنا بدانا اوريدي جزء من ايام البروفات في القاهره خلصناهم وجينا على طول على الساحل. المفروض ان احنا نبدا بروفات كمان 3 4 ايام كده لما بقيه الكرو يوصل، وان شاء الله نبقى جاهزين على عرض يمكن في نص 8 او اخر شهر 8. مش عايزه تحرق لنا اي حد تاني من الكرو غير وفاء عامر وايتن عامر، مين تاني بقى؟ لا دي ثلاثه هتضرب وهتجيبي لي الكلام، والناس هيقعدوا يقولوا لي قلتي ليه، احنا كنا عايزين نستنى لما البوستر ينزل والحاجات دي. طيب خلاص، لا كفايه. ايتن انت جميله واحنا بنحبك جدا، ووفاء كمان، وبنتمنى لكم كل التوفيق واكيد هتكسروا الدنيا. ميرسي جدا يا حبيبتي. نشكرك الفنانه ايتن عامر واكيد الفنانه الجميله وفاء عامر، وبنتمنى لهم كل التوفيق. وخدنا اكسكلوسيف هنا ببرنامجنا انه اخر شهر اغسطس وفاء عامر وايتن عامر هيعملوا مسرحيه في العالمين، مهرجان العالمين الجديده.